فريق التفتيش بوزارة القوى العاملة تمكن اليوم من ضبط أكثر من 1000 عامل مخالف لقانون العمل، وذلك في موقع عمل واحد. مركز شرطة خفر السواحل يقدم المساعدة لطاقم قارب آسيوي تعرض للعطل في المياه الإقليمية العمانية. يذكر أن القارب تمكن من مواصلة سيره بعد إصلاح مقوده. مصادر صحفية يمنية أفادت بسقوط جرحى في صفوف المدنيين جراء الاشتباكات المسلحة بين جماعة أنصار الله الحوثية والمقاومة الشعبية في محافظة تعز وسط البلاد. المتحدث باسم الجيش الأوكراني يقول إن جنديا قتل وأصيب 8 خلال هجمات جديدة للانفصاليين في شرق أوكرانيا في انتهاك لوقف إطلاق النار. تقارير إخبارية تقول إن شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة جوجل تعتزم بدء اختبار سيارتها ذاتية القيادة على الطرق العامة خلال الصيف الحالي.